بداية لما بدأ مجلس الإدارة يكلف حضرتك للبطولة دي، بدأت إزاي البطولة دي؟ والله هو طبعا في البدايه خالص انا قعدت مع مدير البطوله في الاول طبعا كابتن رؤوف عبد القادر، وهو من الناس طبعا اللي احنا يعني بنحترم جدا تواجدها في النادي، وليهم خبرات كبيره جدا في تنظيم البطولات وفي المجال النشاط الرياضي. قعدنا مع بعض طبعا، شكلنا اللجنه العليا، ومن ثم شكلنا بقى جميع اللجان المختلفه المتعاونه لتنظيم البطوله. فطبعا ده كان بالتنسيق بيني وبينه، وعلى هذا الاساس شكلنا كل اللجان. يعني لما بداتوا تشتغلوا وبدات تاخد لجانك وبدات تشتغل، في لجان جوه البطوله دايما بيكون ليها طابع خاص. على سبيل المثال لجنه الاقامه والاعاشه، اعتقد لجنه مهمه جدا جوه البطوله، لجنه التسويق في فرع مهم جدا، والافتتاح والختام، وده المنظر العام للبطوله تقريبا. والله بص يا كابتن خالد، انا بعتبر طبعا كل اللجان اللي عندي مهمه زي نفس الاهميه زيها زي بعض. تمام. يعني بصراحه يعني احنا لما جينا برده شكلنا اللجان عملنا حاجه برده كويسه. احنا كان دايما بيبقى في لجان كتير قوي، يعني كان برده العرف ده زمان، يعني في اي بطوله كان اللجان ممكن توصل لرقم 20 لجنه، وحضرتك عارف اكيد قادره يعني في القصه دي. فانا حاولنا برضو وده كان برضو التصور، انا قعدت برضو مع كابتن محمود الخطيب برضو قبلها، ان احنا نشوف ازاي نقدر نغير ونجدد الشكل والاطار العام لتنظيم بقى البطولات في النادي حتى دلوقتي ومستقبلا. فكان الهدف برضو ان احنا ازاي يبقى فيه تركيز، فالتركيز ده انت هتقلل عدد اللجان بشيء اللي هو ما يضركش في البطوله. كويس. فده اللي احنا حاولنا نعمله. فاحنا في النهايه هتلاقي ان احنا وصلنا ل 12 لجنه. 12 لجنه جوه البطوله. 12 لجنه. مش قليل شويه؟ لا خالص، هو 12 لجنه كلهم بصراحه كل واحد ليه التاسكس بتاعته، شغالين بمنتهى القوه وشغالين بتركيز، ومفيش حاجه فيهم يعني او حاجه مطلوبه مننا احنا ما دخلناهاش في اللجان. يعني احنا لما بيجي نشيل اللجان، لان انت النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، اداراته ما شاء الله الناس كلها شغاله بقوه، فانت اوريدي عندك ادارات هي بتخدم البطوله اوريدي. يعني الادارات دي عندك في النادي، انت بتستخدمها ل في اي حدث يخص النادي الاهلي عشان يخرج بالشكل اللائق. طيب. وفي لجان بتحتاجها معاك اول باول. يعني في لجان بتحتاجها معاك اول باول. يعني احنا مثلا اللجنه الماليه، لجنه الاقامه والاعاشه، اللجنه الماليه استاذ عماد حلمي، اقامه والاعاشه في وائل عزت، بطاقات والتصاريح عندنا مهندس كمال محسن. كويس. اللجنه الاعلاميه جمال جبر، عندنا الاستقبال والمغادره في اللي هو خالد ابو زينه. تمام. تسويق امير توفيق، علاقات العامه ريم الدسوقي، الامن العميد علاء في المراسم الافتتاح والختام وليد مبروك، مشتريات استاذ محمد جابر، عندنا التقييم والاحصاء كابتن نور عطيه. ثم عندنا بقى حاجه اللي استحدثناها، قلنا الادارات المتعاونه، دي اللجنه رقم 12 الادارات المتعاونه. يعني ايه الادارات المتعاونه؟ دي كل بقى الادارات اللي ممكن تخدم على البطوله، وهي اوريدي ادارات موجوده في النادي. دي احنا حطيناها في بوكس واحد كلجنه واحده، وتبعياتها بتبقى لمدير البطوله الكابتن رؤوف عبد القادر. دي طبعا حاجات اللي انت بتستخدمها زي السكرتاريه، الخدمات، اللجنه الطبيه، الهندسيه، الحجوزات، الصالات والملاعب، كل دول شغالين معانا لكن تحت نطاق على طول للجنه العليا، يعني هم شغالين تحت اللجنه العليا على طول. النادي الاهلي طول عمره اشتغل اسره واحده، كيان ما بتنسبش لاشخاص. بطولات كان الاستاذ الجرحي عضو مجلس الاداره السنه اللي فاتت، والاستاذ محمد، وهكذا 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 الى ان البطوله وصلت ليك. تعاون مجلس الاداره واضح جدا جوه البطوله دي، ده حضرتك قلت لي كده، دي حاجه متعاونه جدا، فلازم اسالك السؤال ده، سؤال مهم جدا. لا والله هم الناس كلها متعاونه. يعني احنا عملنا اللجنه العليا، وبرده اللجنه العليا هي عشان برده نبقى نذكر هم مين: كابتن رؤوف عبد القادر، كابتن منى عبد الكريم منسق عام البطوله. هايل. الحقيقه اضافه كبيره لينا يعني الحقيقه، واول ما كلمتها هي كانت يعني متحمسه جدا للدخول معانا. ودكتور ياسر النصير ودكتور ياسر عبد العال النواب المدير البطوله. احنا في النهايه في البدايه قعدنا واشتغلنا وشكلنا لجان وكله اشتغل. انت وانت شغال فعلا يعني اللي هو المفهوم المسمى لعائله النادي الاهلي، والناس كلها بتتعاون وبتشارك، بتلاقي يعني لوحدك الناس اللي هو طب بيطمنوا ايه الدنيا، ايه الاخبار، انت بتبقى مثلا طالب حاجه من حد بيجري معاك وبيعملها لك حتى لو هو بره اللجان دي. يعني بدءا بقى من موظفين في النادي، عمال في النادي، كل الناس بتبقى شغاله معاك حتى لمجلس الاداره. يعني انا كل زمايلي معايا الحمد لله متعاونين معانا في ملفات كتير، الجرحي، الضماطي، مهند طبعا هو رئيس اللجنه. كلكم بتتعاونوا لانجاح بطوله النادي الاهلي. مظبوط. كل الناس يعني بيصحوا معايا في ملف الجماهير، في ملف التسويق، في يعني شغالين مع بعض كلنا تيم واحد.